غادر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني ألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة جمهورية الشيشان الصديقة، بعد ختام زيارته التي شهد خلالها احتفالات الجمهورية الشيشانية بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على تأسيس العاصمة غروزني. وقد كان في وداع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لدى مغادرته والوفد المرافق مطار غروزني فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الصديقة ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين بالجمهورية وسفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الساعتي. وقد أعرب سمو عن شكره وتقديره لجمهورية الشيشان لما قوبل به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مشيرا سمو إلى أن هذه الزيارة سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الشيشانية وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات، متمنيا سمو الشيشان وفخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف والشعب الشيشاني مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.